أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض لكم ونقدم لكم تردد قناة فلسطين الرياضية الجديد على النايل سات والعرب سات. قناة فلسطين سبورت تعرض مباريات كرة القدم الفلسطينية والعربية التي لها جمهور كبير من مختلف دول الوطن العربي، حيث أنها من أبرز القنوات الرياضية التي تقوم بعرض الأخبار الرياضية وأيضا مباريات كرة القدم الفلسطينية. فإن هذه القناة استطاعت أن تحصل على نسبة متابعة عالية من الجمهور الذي يعشق الرياضة الفلسطينية، فهي تنقل كافة الوقائع التي تخلص المنتخب الفلسطيني وجميع المباريات الحصرية التي ينتظرها الكثير. وتحرص قناة فلسطين سبورت على بث أكبر عدد من المباريات التي تخص المنتخب الفلسطيني الذي أصبح له عشاق في دول الوطن العربي، كما أنها تعرض الدوري الفلسطيني أيضا، وذلك لحظة بلحظة، ويقدمها كبار المعلقين الرياضيين والمحللين أيضا في هذا المجال. تردد قناة فلسطين سبورت على النايل سات والعرب سات. تردد قناة فلسطين الرياضية على النايل سات والعرب سات لعام 2022. يوجد تردد على النايل سات وتردد على العرب سات. إذا تردد قناة فلسطين الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات. القمر الصناعي نايل سات التردد 12645، الاستقطاب أفقي، معدل التربيه 27500، معامل التصحيح 5-6، الجودة SD. إذا نكرر، القمر الصناعي نايل سات التردد 12645، الاستقطاب أفقي، معدل الترميه 27500، معامل التصحيح 5-6، الجودة SD. الآن ننقل لكم تردد قناة فلسطين الرياضية 2022 على القمر الصناعي عرب سات. القمر الصناعي عرب سات التردد 11958، الاستقطاب أفقي، معدل الترميه 27500، معامل التصحيح 5-6، الجودة SD. إذا نكرر، القمر الصناعي عرب سات التردد 11958، الاستقطاب أفقي، معدل التربيه 27500، معامل التصحيح 5-6، الجودة SD. اسم القناة على قائمة القنوات هو فلسطين سبورت. بذلك نكون عرضنا لكم وقدمنا لكم تردد قناة فلسطين الرياضية أو فلسطين سبورت على قمر صناعي نايل سات والعرب سات. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.